تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة وأولياء العهود. عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة اطراد التقدم والرفعة والرقي، متمنيا سموه أن يكون العام الجديد عام أمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.